مرحبا، أنا اسمي منى السمونة، عمري 12 سنة. عشت طول عمري في منطقة الزيتون في غزة. شارعنا اسمه شارع السمونة عشان كل قرايبي ساكنين فيه. في شهر يناير 2009 صارت حاجة بشعة بشارعنا، مش قادرة أنساها، عشان هيك رح أقولكو قصة عيلتي. أول شي بدي أفرجيكو كيف كان شارعنا قبل الحرب. شارع السموني شارع فرعي من شارع صلاح الدين الرئيسي اللي بيودي على مدينة غزة. في أول شارع السموني في كراج بيصلحوا في السيارات. عيلتي كلهم مزارعين، عشان هيك شارعنا مليان شجر وجاج حوالين بيوت عيلتي. محمود وأمل جيراني. مرحبا، أنا أمل السمونة، عمري 10 سنين وأنا بنت عم منى. أنا محمود السمونة أخو أمل وعمري 13 سنة. هذا الجامع اللي كانوا أهلي يصلوا فيه كل يوم. لما تروحوا على الشمال بتلاقوا بيت ابن عمي كنعان. مرحبا، أنا اسمي كنعان السمونة وعمري 14 سنة، وبحب أساعد أبويا في الأرض وأكتب برقة وأطلع على الحمار. في اليوم الثالث من شهر يناير 2009 لما غربت الشمس سمعنا صوت طاخ وقنابل قريب كتير. خفنا ورحنا على بيت مرت أبويا الثانية لأنه أمكن من بيتنا. حوالي الساعة 5 العصر عيلة كنعان اجت عنا على البيت. قعدنا 18 واحد في أوضة واحدة. كنا خايفين وما عرفناش ننام طول الليل من صوت الطخ حوالين الدار. كان صوت القنابل كأنها جنب الدار. الصبح بدري أبويا طلع عشان يعمل النفطور. عمل شاي وشوى بتنجان، بس بعد دقايق سمعنا صوت مشي الجنود. وبعد شوية سمعنا صوت انفجار ودخل اليهود الدار وين ما اجى. وصرخوا بالعبرة انه صاحب البيت يطلع برا. ابويا راح طلع لهم، اول ما طلع رافع ايديه وطخوا عليه لما مات قدام عينين. كنا قعدنا نصرخ ونعيط، كنا زعلانين وخايفين، وقعدنا نزعج بالعبرة احنا اطفال امانة ما تطخوا علينا. الجنود صاروا يمشوا في البيت وصاروا يطخوا على اوضتنا. اخويا احمد اللي كان عمره 4 سنين اتصاب في صدره، وكمان كان عانى امه اتصابوا من الرصاص المتفجر. بعدها الجنود دخلوا غرفة نوم ابويا وامي وكسروها. وبعدها ولعوا النار فيها وصار الدخان يجي علينا. لما اجوا اليهود علينا لقونا مش عارفين نتنفس، طلعونا وخلونا نروح على المطبخ. وهناك قدرنا نشرب شوية مية. بعدها طلعونا برا البيت. قالوا لنا الجنود نروح على مستوطنة نتسري، وبدينا نمشي في الشارع. أمل كانت كتير خايفة وشردت على بيت منى. كانت مرت عم رشاد تنادى علينا ندخل. كان في جنود على سطوح الدور بطخوا بزعقوا علينا.
قالوا لنا الرجال يرفعوا دكتات، وبعدها قررنا نتخبى لبيت قريبنا ماجد. ظلينا هناك يوم واحد بنحاول نفصل على الإسعاف طول الوقت، عشان أحمد أخويا كان بنزل وتقريبا بنازل. اليهود ما خلوش الإسعافات تدخل منطقتنا، وكان يوم الصبح مات أخويا أحمد من الإصابة، وصرنا كنا نعيط. بعد ما مات أخويا أحمد، مرت ماجد كانت حامل وولدت طفل صغير. كنا بدنا نروح على المستشفى، عشان هيك قررنا نطلع من البيت ونمشي في شارع صلاح الدين. اليهود كانوا يخوخوا حوالينا ويضحكوا علينا، كنا حافيين والشارع مليان قزاز من الشبابيك المكسرة. وبعد مسافة 2 كيلو مشي وصلنا الإسعاف واخدونا على المستشفى. بعد بشوية من لما دخلت أمل بيتي، اليهود صاروا يخبطوا على الباب، وبعدين صاروا يطفوا علينا، فكلنا انبطحنا على الأرض عشان ما نتصابش من الرصاص. بعدين اليهود دخلوا دارنا وخلونا نطلع منها بالغصب، وكمان خلوا كل الناس اللي في شارع السمونة يطلعوا من دورهم. اليهود فصلوا الزلام عن النسوان وغصبونا البنات ندخل دار وائل اللي على الجهة الثانية من الشارع، وخلوا الزلام برا عشان يفتشوا هوياتهم وجوالاتهم. وبعدين خلوهم يدخلوا الدار نفسها. كنا حوالي 100 شخص في الدار، وضلينا هناك مدة يوم كامل، وكانوا اليهود محوطين الدار من كل الجهات. عملوا بيتي قاعدة عسكرية عشان يراقبوا المنطقة منها. ثاني صبح ابن عمي حكى انه بده يطلع من الدار ويجيب خشب عشان نولعه ونعمل أكل، لأنه كنا كتير جعانين. لما رجع مع الخشب، اليهود رموا عليه صاروخ من الأباتشي، وبعدين رموا كمان صاروخ على مدخل البيت اللي كنا فيه، وكانوا 3 من عمامي واقفين هناك. كنا كلنا خايفين ومش عارفين ايش نعمل. بعد كم من دقيقة يهود رموا كمان صاروخ على البيت وانهار جزء منه، بابا وماما وبنت اخويا ونسوان اخوتي التانيين استشهدوا، هم وكمان 23 واحد، وكتير منا تصاوب اصابات خطيرة. الناس اللي كانوا مش متصاوبين اصابات خطيرة قالوا انه بدهم يطلعوا من البيت. فمشينا في شارع صلاح الدين ولقينا اسعاف بعد 2 كيلو متر مشي، واخدنا على المستشفى. اللي كانوا متصابين اصابات خطيرة ضلوا تحت الهدم. انا كنت كتير متصابة، ما كنتش قادرة اتحرك وكان مغمى علي طول الوقت، ولما صحيت حسيت بوجع في راسي لأنه كان في شظايا. ضليت تحت الهدم لمدة 3 أيام. في اليوم الثالث الإسرائيليين سمحوا للإسعافات فوتوا المنطقة، بس ما قدروش يوصلوا للدار اللي كنا تحتيها، فصاروا يمشوا ناحيتنا. لما وصلوا صاروا يدوروا على الجرحى تحت الهدم وحطونا على كارة حمار واخدونا على الإسعافات اللي كانت تستنانا ابعد بشوية وفي
في الآخر ودونا على المستشفى. بعد أكثر من 10 أيام رجعنا شارعنا. اللي شفناه كان برعب، ما أدركناش إنه هذا شارعنا. كل شي كان مدمر، وكان في لسه كان ناس ميتين تحت الهضم، وكان في ريحة بشعة كتير. سكننا مع دار سيدي فترة، وبعدين رجعنا على شارع السمونة. حاولنا نرجع نبني حياتنا من أول وجديد. سكننا في خيمة، وتحت اللي ضل في دارنا. حياتنا صارت كتير صعبة، ولحد هالبيت بنفتقد الناس اللي استشهدوا من عيلتنا. أنا ما عنديش أبو، وكمان أخويا الصغير استشهد. أمي ضلت مع 7 أطفال وأنا أكبر واحد فيهم. بس بدي أضل أروح على المدرسة وأصير صحفي عشان أحكي للعالم شو صار معنا. أنا بدي أصير دكتورة عشان لما إسرائيل تهجم علينا كمان مرة أكون قادرة أداوي المصابين وأراعيهم. كلنا بنتمنى المعابر تفتح عن قريب. نفسنا نطلع برا غزة عشان نلعب مع الأطفال الأجانب ونشوف كيف بعيشوا. بنتمنى بعد ما حكينا قصتنا إنه الناس اللي برا تدرك قديش عانينا. إحنا أطفال وبدنا نعيش زي ما بعيشوا الأطفال. شفنا الحرب بعينينا، شفنا أبونا وأخونا بيموتوا قدامنا وما عمريش هقدر أنسى هذا الإشي. كل يوم بنفكر فيهم. Thank you.